استنى، احنا على مدار سنوات طويله كان دايما حكام الاجانب اكتر في الماتشات ال الاهلي والزمالك. طبعا طبعا، لان الخلفيات يا خالد ما كانتش مظبوطه. كان دائما وابدا ان في انتماءات للزمالك، في الحكام زمالك واهلي معروفه من الفتره ده، وبيخافوا كمان. وهو الموضوع بدا ازاي خالد برضو علشان الناس تبقى عارفه الموضوع بدا منين. بدا اول ما بدات الانديه الكبيره الاهلي والزمالك يشتركوا في البطولات الافريقيه. فكان الاتحاد المصري في الوقت ده كان بيجبر البعثات الاهلي والزمالك ان هي تاخد حكم معاها. صحيح، حكم معاه يبقى مرافق للبعثه. صح. وبالتالي بدا ينقسم او تنقسم لجنه الحكام، اللي بيروح مع نادي الزمالك ماتشاته بقى زملكاوي، واللي بيروح مع النادي الاهلي بقى اهلاوي. وحصلت المشكله من هنا خالد. وعلشان يتغاضوا عن الموضوع ده بدات ماتشات الاهلي والزمالك نتيجه للجماهيريه الكبيره، وان هي النتائج دائما وابدا بتبقى مؤثره، سواء ان ده هياخد بطوله او هيفقد بطوله، فقال لك ان انا ابعد نفسي واريح دماغي وابدا اجيب حكام اجانب. طب هل ده بيحصل في كتير من الدول الاوروبيه؟ بيحصل كتير في الدول الاوروبيه. بالزبط. ان لما يبقى في فرقتين ذو شعبيه العربية، زي الاهلي والزمالك، بيجيبوا حكام من بره، الدول الخليجيه السعودي. بالظبط كده، بالظبط. فده وارد. بس احنا برضو بنقول يا كابتن خالد حاجه، ان خطا الحكم وارد سواء ليك او عليك. هو غلط ليك دلوقتي، بعد بكره هيغلط عليك. فاقصد ان الموضوع رايح وجاي، لكن ان يبقى في حكم متعمد ان هو يخسر فريق او متعمد يكسب فريق، انا ما اعتقدش ده خالد. كابتن اسلام معلش هختلف معاك شويه. ده اكيد. هقول لك ليه. احنا دلوقتي في زمن ايه؟ زمن الفار. تمام. صح ولا لا؟ تمام. الحكم بيتاثر بالسوشيال ميديا. تمام. وبيتاثر حتى الحكام اللي بيحللوا ليهم حسابات. تمام. اللي بيقعد يحلل في التلفزيون. طبعا طبعا. تلاقي حكم يقول لك دي ضربه جزاء، ده مش ضربه جزاء، دي كره جت، دي ما هتلاقيهم كده. الا من رحم ربي. بالظبط. هتلاقي الناس بتختلف. تمام. وعندك فار. تمام. تمام. وعندك حكم لو خطا في حق الاهلي ممكن يقعد سنه ما يحكمش الاهلي. صح ولا لا؟ تمام. كمل. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ كمل. بيحصل وما حصلش. كمل. ما انا عايز لان انا ليه اجابه للرد ده. هقول بيقعد سنه. لما بدا المستشار مرتضى منصور يعمل اللي كان بيعمله النادي الاهلي، الناس زعلت منه. الاهلي لما كان في حكم بيغلط فيه كانت الدنيا بتقوم وما بتقعدش، والحكم ده مش عايزه يكمل خلاص ما يكملش. المستشار مرتضى بدا ياخد القرار ده، الحكم ده عليه اكس من النادي الزمالك خلاص ما يحكمليش. فاذا لازم تبقى لجنه الحكام. هنا بقى كده. السؤال. هنا بقى السؤال يا اسلام. تمام. اما وصل للحكام ان انا لو غلطت في حق الاهلي نمره واحد، ايوه، هقعد سنه ما احكمش الاهلي، هل هتفتكر ان هو وانت دلوقتي في حرس الحدود هيقارن الاهلي بحرس الحدود؟ يعني لو غلط في حق حرس الحدود مش مشكله مره، مش الحرس بس، اي نادي، اي نادي، اي نادي بالظبط. هل الحكم بيبقى خلفيته جواه؟ لا لا لا. انت في الـ في الـ في البرومو قلت حاجه جميله جدا. اللعيب في الاهلي والزمالك لما الحكم بيغلط بيبقى عنده شجاعه اللعيب ان هو ممكن، يعني مش عايز اقول يشتمه، بس بيبقى رد فعل عنيف جدا. رهيب. لكن لو في نادي تاني يا كابتن ومش يا كابتن، بقول لك ايه، انا من غير ما اذكر اسماء، في لعيبه كانت بتلعب في انديه، أيوة، وانتقلت للنادي الاهلي مثلا، تحول صح من شخص هادئ جدا. طب هسألك سؤال وهو الناس تابعاني دلوقتي. محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي، أيوة، بقى له كام سنه في بتروجيت و كتير جدا، وحرس الحدود، وحرس الحدود. تمام. عمرك شفت الشناوي وديع جدا؟ ايه، وديع جدا. عمرك شفته جري على لاعب، اتخانق مع لاعب، ضرب لاعب؟ ما هو لازم يا خالد برضه نقول حاجه، اتخانق مع حكم وحط وشه في وشه خالد برضه. اللعب للانديه الكبيره، لا بس اللعب للانديه الكبيره الاهلي والزمالك بيدي بار للاعيب برضه، ما تنساش ديت. ليه؟ لان الحكم زي ما انت بتقول بيخاف من السوشيال ميديا، واحد بيخاف من الجمهور، اتنين بيخاف من مكانه النادي نفسه، بيخاف يعادي النادي نفسه. هسألك سؤال تاني، لو لعيب طلع ضده قرار من لجنه الانضباط ب 12 ماتش في حرس الحدود، أيوه، في المقاولين، هينفذ ولا لا؟ هينفذ امبارح مش بكره. ايه؟ هينفذ امبارح مش بكره، مش هيستنوا بكره، هينفذوه من امبارح. طب وممكن يقعد ست شهور ما يتنفذش؟ هل ممكن لجنه التظلمات ما تجتمعش؟ ممكن، بس بشرط بقى خد بالك، انت كده بتعمل تفرقه، كده انت بتعمل مشكله، كده انت بتعمل اثاره. فاستحمل اللي هيحصل. فاستحمل اللي هيحصل. لكن ايه المانع ان تحصل عقوبه الاسلامي توقف ساعتها، وعقوبه الخالدي توقف ساعتها، بس والموضوع منتهي. خلصت. انت اللي بتعمل المشكله. خلص. امام عاشور غلط، اتوقف. شيكابالا غلط، اتوقف. مفيش مشكله. كهربا غلط، اتوقف. مفيش مشكله خالص. المشكله ان احنا كمان بقينا على السوشيال ميديا. اسلام النهارده، لا اسلام قليل الادب، فاصلا ما بحبش اسلام،
خالد، يا نهار ابيض، ده قمه قمه الادب. ايوه مع انه مع ان خالد لسه قال الادب. ايوه شوية. ايوه ايوه يعني اللعيب اللي عندي قال لي ادبه. لا ايه قال ادبه؟ عقده، مش عقده صح. هو كان بيقول ان عقده صح. بالظبط. فاهم قصدي؟ بالظبط. النهارده هتتعود امام لاي عاشور حاجه. ده بيشتم الرموز. احنا هنعلم ولادنا ازاي؟ يعني فاهم قصدي؟ ايوه 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 لكن كهربا مش هنعلم لا ولادنا. لا لا هنعلم احفادنا. هو ده اللي بكلمك بالظبط اسلام. بالظبط. وده اللي بيعمل المشاكل، وده اللي والعيب بيعمل على احتقان. فكره مش من الجمهور. العيب من اللي بيخاف طبعا من الجمهور. طبعا طبعا. العيب اللي بينظم المسابقه. العيب اللي بيوقع الجزاء. بص يا خالد، من امن العقوبه اساء الادب. صح. من امن العقوبه اساء الادب. انا طول ما انا عارف ان انا بغلط ومحدش هيحاسبني، هغلط كمان وكمان وكمان. واستحمل الغلط بتاعي بقى، يعني ممكن الغلط بتاعي يبقى بسيط، لكن لما الاقي حد ما بيعمليش حاجه، الغلط هيكبر 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 لغايه ما يوصل لوضع هيحصل مشكله كبيره جدا. لكن تخيل لو كان العقوبه دي اتحكمت واتنفذت في وقتها، كانت الدنيا هتبقى جميله جدا. وانت بتدي رساله لكل الانديه ان ما عنديش خيار وفقوس. لعيب اهلي هقول لك هيغلط حاجه، هيتوقف، لعيب زمالك هيغلط هيتوقف.